بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوايا ومثواكم. كيفكم؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. درسنا اليوم هو مكون الاستجابة، درس صلاة العيدين. افتحوا معي صغاري فضلا الكتاب صفحة 60. قال تعالى: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، سورة نوح. من خلال الآية أتدبر فيها وجوب عبادة الله وطاعته وتقواه، وهو الإتيان بجميع الطاعات، والتقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تأملوا معي صغاري في الصورة الموجودة في الكتاب، نلاحظ من خلالها إمام يخطب ومأمومين يستمعون له في مكان فسيح. هذا المكان يسمى المصلى. عن ابن العباس رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، رواه البخاري. إذن درسنا اليوم هو صلاة العيدين. صلاة العيدين هي شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من مظاهره، وهي الصلاة التي تتم صبيحتي الفطر والأضحى، وهي مناسبة للابتهاج والتضامن الإنساني. يحرص المسلمون على أدائها بشكل جماعي في المسجد أو المصلى، وتكون من غير آذان وإقامة. حكمها سنة مؤكدة، يحضرها كل المسلمين رجال ونساء وأطفال لما فيها من الأجر العظيم. وقتها تقام صبيحة يوم عيد الفطر الذي يوافق الأول من شوال، وصبيحة يوم عيد الأضحى الذي يوافق العاشر من ذي الحجة. مكانها تؤدى في المصلى ما لم يكن عذر مانع كالبرد أو المطر أو ثلج ونحو ذلك، وإلا تصلى في المسجد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان الرسول يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. كيفية صلاتها؟ صلاة عيد الفطر هي ركعتين خلف الإمام، يرفع يديه فيكبر تكبيرة الإحرام ويكبر المصلون خلفه، ثم يسكت قليلا فيكبر سبع تكبيرات، يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى وهي المشهورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي بالناس الركعة الأولى دون تسليم، ثم يقوم للركعة الثانية فيكبر خمس تكبيرات ويكبر المصلون خلفه كما فعلوا في الركعة الأولى، ثم يصلون الركعة الثانية ويختتمها بالتشهد والتسليم، بعدها يخطب الإمام. إذن تكون الصلاة أولا ثم بعدها الخطبة، يخطب فيها الإمام خطبة العيد. والصلاة فيها تكون جهرية، لقول ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في العيدين والاستسقاء، رواه الدرقتاني. وأما الصور التي كان يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهلثاك حديث الغاشية، رواه أحمد. ولصلاة العيدين مستحبات، أولا مثلا الاغتسال، ثم لباس أحسن ثياب. أن يبكر المسلم في الذهاب إلى المصلى ليكون في الصفوف الأولى، كذلك أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر ماشيا على قدميه إن أمكن. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. أن يأكل قبل الخروج للصلاة عيد الفطر تمرات عددهن وتر 3 أو 5 تمرات، ولا يأكل في الأضحى حتى يرجع. ويستحب كذلك التأخير في صلاة عيد الفطر من أجل أن يتمكن المسلم من دفع زكاة الفطر ووصولها لمستحقيها. أما صلاة عيد الأضحى فيستحب فيها التبكير، وكذلك قول الله أكبر، ويكون كالتالي: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
أما التهنئة في العيد فيقال تقبل الله منا ومنكم، ويستحب الفرح بالعيد لأن العيد فرصة في الإصلاح بين الأنفس المتخاصمة، ويشرع التوسعة على العيال في الملبس الجديد والمأكل، فالعيد أيام فرح وسرور وبهجة. قال تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والحكمة من مشروع عيد صلاة العيدين هما أن عيد الفطر وعيد الأضحى يأتيان بعد أداء ركنين من أركان الإسلام وهما الصيام والحج، فصلاة الفطر بعد إتمام صيام شهر رمضان، وصلاة عيد الأضحى بعد فريضة الحج واختتام 10 ذي الحجة، يؤديهما المسلمون بعد أداء تلك العبادتين العظيمتين شكرا لله عز وجل. العبرة التي أستفيدها من هذا الدرس هو أن أستجيب لله تعالى وللرسول، وأحرص على حضور صلاتي العيدين، وأغسل لهما وألبس أجمل الثياب على قدر جهد والدي من غير إسراف، وأكبر الله فيها كثيرا، وأشكره سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأعود نفسي أن أصلي صلاة العيدين وأن أعبد الله عن علم لا عن جهل. وفي الختام صغاري سأطرح عليكم سؤال لتثبيت فهم الدرس: كيف أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة العيدين؟ وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.